حمشي، كابتن علاء ميهوب، لو اتكلمنا على نجم مباراة اليوم. انا اخد اكرم عن نفسي. اكرم، كابتن بلال انت قلت اكرم برضه. لا ال محمد قلت منعم. قلت منعم، قلت منعم وانا محمد عبد المنعم. مش عشان الهدف، انا حاسس انه كان من اكثر لعيبه النادي الاهلي ثباتا في الاداء في ال 90 دقيقه، وقطع اكثر من كوره، كان صحيح. بيتقدم كويس وقت ما بيتقدم، طبعا جاب الهدف في الدقيقه 93. فانا شايف ان محمد عبد المنعم هو الافضل النهارده. كابتن عادل منعم طبعا، منعم لعيب يعني انا شايفه كمان بقى متميز قوي في حته الكورنر، جاب المنتخب مصر، جاب الجون، وجاب النهارده الجون التايمنج بتاعه هايل، حطها في حته مكان كويس. وبعدين اصلا كان متحمس جدا حتى لما خد الانذار، خده بتحور علشان كان عنده حماس كبير. صح، هو منعم. يبقى كابتننا كبار شافوا ان محمد عبد المنعم هو نجم لقاء اليوم.